في مثل هذا اليوم وقبل عام بالذات انطلقت في اسطنبول احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان طابعها بيئي تنموي من دون أن تكون السياسة المحلية بعيدة منها. فاعتراضا على مشروع تدمير حديقة جيزي المجاورة لساحة تقسيم نزل المئات الذين أصبحوا لاحقا بالآلاف واصطدموا بالشرطة على مدى 3 أسابيع ما أوقع 8 قتلى وأكثر من 8000 جريح. وبعد دعوة معارضي أردوغان لإحياء المناسبة السنة حظرت الحكومة التجمع في ساحة تقسيم ووصف أردوغان الداعين بأنهم لصوص تحركهم منظمات إرهابية للنيل من وحدة تركيا واقتصادها كما قال. وتنفيذا للتعليمات نزل نحو 25,000 رجل شرطة إلى وسط اسطنبول والشوارع المتاخمة لمنع أي محاولة للتجمع. وبالرغم من ذلك حصلت تجمعات في بعض الأحياء القريبة من دون حصول أي صدامات حتى الآن. وإذا كانت التحركات تتم بهدوء إلا أن الصحافة نالت نصيبها من القمع إذ منع مراسل محطة CNN الأمريكية من إكمال تقريره المباشر على الهواء من وسط اسطنبول. وتعليقا على إجراءات الشرطة قالت الناطقة باسم جمعية تضامن تقسيم إن الحكومة تؤجج أجواء التوتر التي تشجع أعمال العنف البوليسية، مضيفة أنه رغم سياسة العنف والظلم هذه سينزل المعارضون إلى الشارع بإرادة وعزم وابتكار.